واحد من أشهر المدربين اللي جم في القارة الأفريقية، له إنجازات عديدة وله بصمات كثيرة مع منتخبات وفرق سواء أوروبية أو أفريقية، اسم كبير في تاريخ التدريب، هو المدرب الألماني وينفرد شيفر، المدير الفني الأسبق لمنتخب الكاميرون، عرفناه طبعا مع المنتخب الكاميروني. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. تحياتي القاهرة، مساء الخير للقاهرة وليكم جميعا. دايما بنسعد بيك في التواجد على تلفزيون المصري، نحب دايما نعرف أخبارك، الشعب المصري والجماهير المصرية تعرفك جيدا سواء مع الفرق الأفريقية أو مع الفرق اللي اشتغلت معها أوروبيا. أنا كانت لي بعض التجارب الجيدة جدا مع القارة الإفريقية ومع مصر أيضا. طيب قبل ما أسألك على ما سبق في الماضي، أسألك على المستقبل، في رأيك كأس العالم القادم، حظوظ المنتخبات فيه، أبرز الأسماء المرشحة للفوز بكأس العالم، في وجهة نظرك هي أكثر المفاجآت أو المنتخبات اللي ممكن تحقق مفاجآت في كأس العالم القادم؟ في البداية أنا شديد التعاسة لأن المنتخب المصري لم يستطع الوصول إلى كأس العالم. للأسف شديد لم تتقدم المنتخب المصري من تقديم أداء متوقع في المباراة الخاصة بالتصفيات، برغم أن مصر تتمتع بتاريخ قوي في كرة القدم على مستوى القارة الإفريقية. من المؤكد البرازيل والأرجنتين وفرنسا هي المنتخبات التي أضعها وأرشحها بقوة لتنافس على اللقب. ولم تضع المنتخب الألماني ضمن المرشحين؟ للأسف شديد لا أرشحها بقوة. لأن منتخب بايرن ميونخ هو الذي يضم العدد الأكبر من اللاعبين، والمنتخب الألماني حاليا يضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب من أندية مختلفة، مونشن جلادباخ وغيرها. لدينا 34 لاعبا فرنسيا في مباريات الدوري الألماني، وبالتالي لا أظن أن المنتخب الألماني سوف ينافس بقوة. مين أكتر المنتخبات الأفريقية اللي أنت شايف أنها ممكن تعمل شيء جيد في كأس العالم القادم؟ كاميرون أتمنى. تم تأسيس المنتخب وتم إعداد المنتخب الكاميروني إعدادا جيدا في الفترة السابقة. سامويل إيتو صديقي استطاع أن يحقق، أعتقد أن اللاعبين الذين لعبوا معي والذين دربتهم في سنة 2002 وأظن أنهم سيحققون، أرشحهم بقوة وأتمنى لهم كل التوفيق، وأرشح المنتخب الكاميروني بقوة للمنافسة في مباريات